انت دلوقتي لما بتيجي تسجل في اي برنامج من دول يقول لك بطاقة رقم قومي، الرخصتين، اعمل لي فيش جنائي، اعمل لي فحص، اعمل لي تحليل مخدرات. طب العميل اللي هيركب معايا ده، يعني دلوقتي بتأمن العميل اللي هيركب معايا يتأكد ان الشخص اللي هيركب معايا دوت شخص سليم ومعمول له فيش ومعمول له تحليل؟ طب انا بالنسبة لي انا ككابتن نازل اشتغل، العميل اللي هيركب معايا ده بمجرد ما هو يحط رقم تليفونه خلاص يقدر يعمل رحلة ويسرق وينصب ويقتل؟ العميل اللي جاي يطلب رحلة ده يسجل ببطاقة الرقم القومي بتاعه ويكون معروف اللي طالب الرحلة ده مين.